تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية، والذي يصادف 26 من أبريل من كل عام، بهدف تسليط الضوء على أهمية الابتكار لتحسين الحياة وتقدم ونهوض المجتمعات في كافة أنحاء العالم. هذا وتوفر قوانين مملكة البحرين الحماية لحقوق الملكية الفكرية وتلتزم بفرض حماية عالمية المستوى عليها، مواصلة بذلك دعم الإبداع والابتكار في مختلف المجالات. ابتكارات وإبداعات ضمتها مملكة البحرين ودعمتها لتتطور من خلال توفير الأدوات اللازمة في سبيل إخراج هذه الابتكارات والإبداعات من حيزها الضيق إلى رحابة العالمية. ماذا تعتبر واحدة من أقدم العلامات التجارية المسجلة في مملكة البحرين وأنجحها، حيث بدأت منذ السبعينيات لتشكل مستقبلها الحالي والذي ساهم في تنويع مصادر الدخل والاقتصاد ودعم المجتمع وتحسين الحياة. كلمة ماذا منشقة من الأحرف الأولى باللغة الإنجليزية للوالد واسم الشركة محمد علي زين العبد الله، فأخذنا الحرف الأول من كل اسم وتشكلت هذه العلامة التجارية. هذه كانت في أواخر السبعينات، وتم تسجيل العلامة التجارية لأول مرة في سنة 1978. لا شك أن العلامة التجارية شيء أساسي، لأنها هي رمز ومؤشر للسلعة. بمرور الزمن يعني جودة السلعة والخدمات التي يقدمها التاجر إلى المستهلك تكسب العلامة التجارية سمعتها وشهرتها. العملية تحتاج إلى مثابرة، تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى الإخلاص في العمل، تحتاج على الإشراف على نوعية وجودة البضاعة أو السلعة. ومتى ما توفرت كل هذه العوامل وبتوفير القوانين والأنظمة التي تيسرها الدولة، حتما سيكون النجاح حليفهم. الدعم المستمر من قبل الحكومة شجع المفكرين والمبدعين على تطوير أفكارهم وعرضها بالشكل المناسب في الأسواق كافة لتتنافس مع أقرانها وتضع معايير واضحة للعمل الاحترافي البحريني. الملكية الفكرية كانت شيء جديد في قبل 45 سنة، ولكن وللحق يقال أن الجهات الرسمية ممثلة في وزارة التجارة كانت متعاونة، كل شيء ميسر بشكل سلس. فهذه ولله الحمد خدمات تقدمها وزارة الدولة بشكل يعني أسهل وأسرع، والتجاوب سريع بالنسبة للملكية. الملكية الفكرية مصطلح يضم العديد من الابتكارات والإبداعات التي ساهمت عبر السنوات في التقدم والنهوض على كافة الصعد الاجتماعية والثقافية والفكرية والتنموية، وأنتجت نتاجا ذا قيمة مضافة ساهم في تطور الحياة في شتى المجالات. مملكة البحرين حافظت على حقوق الملكية الفكرية بنص القانون لحفظ الأفكار العقلية الإبداعية، واليوم نقف أمام واحدة من أقدم العلامات التجارية التي تميزت وأبدعت في المملكة لتنطلق إلى العالمية. شوق العثمان لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.